عملات توعية بالريف وبالمدينة. فاليوم تجمع نساء زنوبيا حاب يقوم بهاي الحملة التوعية لأهالينا بالريفهم، طبعا تحت شعار بالتنظيم والتدريب سنحقق الثورة الاجتماعية. ضمون على هاي الشغلة اللي هي الانتحار، صرنا نسمعها بمجتمعنا كثير. يمكن قبل انه نسبة الاحتراق الانتحار قليلة، يعني قليل ما نسمع انه في انتحار بالمجتمع، بس هسه بالوقت الحالي ايش صار؟ صار الانتحار وخصوصا للبنات. تحت شعار بالتنظيم والتدريب سنحقق الثورة الاجتماعية. طبعا احنا كدورنا في نساء، كنساء في المؤسسات، كان لنا دور في هذه الحملة طبعا في الريف والمدينة، والهدف من ذلك رفع مستوى التوعية عند النساء، وخصوصا في الظواهر المنتشرة في المجتمع اللي هي أهمها زواج القاصرات وتعدد الزوجات. طبعا الاستجابة كانت منيحة، طبعا النساء كان في عندهم تجاوب معنا، طبعا لان هاي الظواهر هي تماس، يعني نقدر نقول هي على تماس معهم، هم جاي يعيشوها بشكل يومي وجاي يسمعوها بشكل يومي، خصوصا في الريف اللي هي تعدد الزوجات وزواج القاصرات. وكان هناك آراء قيمة، واستفدنا من بعض النساء من خلال تجربتهم في المجتمع. طبعا النتائج اللي نحب نوصل لها اللي هي اهم شيء الحد من الظواهر اللي هي أكبر وأخطر ظاهرتين في المجتمع، اللي هي تعدد الزوجات وزواج القاصرات، والتخفيف من انتشار ظاهرة الانتحار اللي هي جاي تشهدها المنطقة، وخاصة بالنسبة للنساء. قلنا الانتحار، تعدد الزوجات، زواج القاصرات، أيضا نقدر نقول الحرب النفسية. الحرب النفسية اللي هي تلعب دور. طبعا اليوم احنا نعرف انه اليوم المنطقة خصوصا في شمال شرق سوريا احنا نشوف شلون العدو شلون جاي يحاربنا نفسيا، عن طريق ايش؟ عن طريق التهديدات. هاي اكبر حرب، صحيح ما في حرب، بس هاي تعتبر اكبر حرب نفسية. اليوم عدم الاستقرار، العدو يستغل هاي الشغلة. مش قد ما طورنا وطورت المرأة، ايش راح يحط العدو؟ راح يحط يعرقل هاي المسيرة. زواج القاصرات اللي تزوجهم بعمر صغير ايش صار فيهم؟ صار فيهم ادى الى حالات طلاق، صح؟ اليوم كثير بنسمع انه والله انه فلانة تجوزت ما فيها شهرين طلقت. اكيد مهمة، يعني انه اكيد الناس انه تتوعى اكثر وتوعي اولادها اكثر، اكيد بأغلاط، يعني انه ما دعم نلاحظ عليها الا تصير الاغلاط. مزبوط، يعني ما اغلاط للمدارس، اغلاط للاطفال، اغلاط للتوعية المرأة، اغلاط لاي شيء، يعني الاجتماع انه يكون لازم يعني ضروري كل المجتمع في هيك. ايه في زواج هيك انه دعي يتجوز بنات صغار بالعمر وفعلا عم يتطلقوا لانه نتيجة انه هم لسه مو فهمانين شيء، عشان يبنوا مجتمع سليم. اكيد صح كلامك، باي شغلة، بدراسة، بتعليم، باي شيء، الواحد لازم بنتش تعلمينها وبعدين ترجع تجوزي، هذا الشيء واقع. يعني اقول انه لازم انه لما نسوي اجتماع مثلا ندز على الناس انه مجتمع، انه هذا اجتماع اكيد راح الناس تستفيد منه، يعني وانه اكيد الواحد راح يوعى اولاده. الاجتماع للناس فايد للناس، يعني مو فايد ليكم يعني.